السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدين قناة تونز فور تيك. إن شاء الله النهاردة هنعرف إزاي نربط كاميرات الإس فيز على جهاز الكمبيوتر. إن شاء الله هبسيب لكم اللينك في صندوق الوصف للفيديو، هيحولك على الصفحة دي. هننزل تحت خالص، هنلاقي عندنا هنا تحميل برنامج إس فيز للأندرويد والأيفون ولجهاز الكمبيوتر، فهنضغط على كلمة داونلود. بينزل معانا زي ما حضراتكم شايفين، مساحته حوالي 40 ميجا. بعد ما نزل معانا البرنامج بنجاح هنفتح الابلكيشن، نضغط عليه ضغطه، بعد كده نضغط نيكست، نيكست مره تانيه، نيكست تاني، بعد كده انستول. ننتظر لحد ما بينتهي من التثبيت. زي ما حضراتكم شايفين كده انتهى من التثبيت، بيسالنا ان هو يشغل الابلكيشن، فبنسيب علامه صح. بعد كده نضغط فينش. بيجي هنا يسالنا على تصريحات الشبكه بالنسبه للبرنامج، فبنعلم علامه صح على برايفت نتورك، وبعد كده الله اكسس. زي ما حضراتكم شايفين ده شكل البرنامج، الواجهه الرئيسيه. تمام، بنقدر هنا نضيف اكتر من كاميرا، بان احنا بنضغط على كلمه اد، وبعد كده بيسالنا على اليوزر نيم والباسورد الخاصين باس فيز. بنيجي من هنا نختار الدوله بتاعتنا، بعد كده بندخل اليوزر نيم والباسورد. طبعا لو مسجلين برقم التليفون فاحنا لازم نكتب الكود الدولي بالطريقه ديت، ان احنا بنكتب موجب عندنا في مصر مثلا، بنكتب موجب 2 وبعد كده رقم التليفون، بعد كده بنكتب الرقم السري. بعد ما اخترنا الدولة وكتبنا رقم التليفون والرقم السري، هنفتح الابليكيشن موبايل على التليفون، نضغط على كلمة اس فيز، بعد كده نضغط على رسمة البروفايل. بنيجي نختار ملف التعريف الخاص بيه، ننزل تحت خالص في حاجة اسمها اعدادات تسجيل الدخول. في عندها التحكم بخطوتين، لو هي معمول لها تمكين فاحنا لازم نفصلها. تمام، بعد كده بضغط كلمة خروج واعمل رجوع. دلوقتي بعد ما عملنا كده على الموبايل هنبدأ نضغط كلمة لوجن على الكمبيوتر. زي ما حضراتكم شايفين كده عمل لوجن للأكاونت، تظهر معانا الكاميرات اللي موجودة على الأكاونت. نقدر نضيف طبعا أي كاميرا تانية برضو من خلال الضغط على اد، وبعد كده بنشوف اوتو اد هنا بيعمل سيرش على الشبكة، أو من خلال المانوال اد بدخل السير نمبر الخاص بالكاميرا. تمام، طبعا كل الكاميرات لازم تبقى مفتوحه على نفس الحساب، وهو حساب واحد اللي بيبقى مفتوح على البرنامج. زي ما حضراتكم شايفين لو ضغطنا على الكاميرا ضغطه فبيجي يسالنا هنا على الباسورد فيريفيكيشن كود، زي ما هيظهر لحضراتكم على الشاشه، بيبقى في ملصق على ظهر الكاميرا. بنبدا نكتبه هنا، بعد ما كتبنا الفيريفيكيشن كود هضغط كلمه اوكي. زي ما حضراتكم شايفين كده فتحت معانا الكاميرا. لو احنا عايزين تقسيمه الكاميرات زي الدي في ار فبنضغط على الايقونات دي، بتقدر تقسم معانا. لو حبينا ان احنا نسمع صوت الكاميرا فبنقدر نعلي الصوت من هنا، لو حبينا على الشاشه على الجنب نضغط على الايقونه دي. في عندنا اتجاهات البي تي زد، لو هي كاميرا متحركه بتظهر معانا بالشكل ده، بنقدر نلف الكاميرا في اي اتجاه زي ما حضراتكم شايفين، نقدر نطلعها برده فوق وتحت. زي ما حضراتكم سامعين كده برضو صوت الكاميرا، لو حبينا نوقفها في اي وقت بنضغط على كلمة ستوب. وبكده يبقى احنا عرفنا ازاي نشغل كاميرات الاس فيز على الجهاز الكمبيوتر. لو عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.